سأريكم اليوم السماد الخميرة كيفية تحضيره. هذا السماد المعروف تحدث عنه الجميع. سأريكم فقط طريقة التحضير، لكل واحد منا له طريقته الخاصة في التحضير، فقط كلها طرق صحيحة. وهذا السماد سيفيد طبعا هذه النباتات الزينة الرائعة مع صباح الجهنمية الرائعة المزهرة. ما شاء الله، انظروا هذه الجهنمية كانت عقلة في العام الماضي وأصبحت ما شاء الله كبرت. ما شاء الله، انظروا إلى حجمها وأعطتني أزهار رائعة جهنمية الجميلة. وطبعا معذرة على الأصوات، أشغل في الطريق هذه الأيام طبعا جعلتني فعلا لا أستطيع أن حتى أن أصور فيديوهات لكم بسبب هذه الأصوات وهذا الضجيج للأسف. أشغل كما قلت في الطريق، والمعذرة طبعا عن الأصوات. وهذا الجيران يوم أزهر أيضا رائع. سأريكم كيفية تحضير السماد الخميرة. لتحضير سماد الخميرة للنباتات نستعمل دائما الماء الدافئ طبعا حتى نسرع عملية التخمر. ماء دافئ في قارورة، دائما نستعمل قارورة بحجم أكبر من حجم المحلول الذي سنقوم تحضيره. مثلا قارورة، إذا اخترنا لتر واحد من الماء الدافئ نختار قارورة أكبر بلترين أو قارورة ذات سعة لتر ونصف مثل هذه، حتى نترك حيز فراغ طبعا لتبخر الغازات أثناء تخمر الخميرة. ونأخذ خميرة طبعا خميرة الخبز والسكر، نستعمل المقدار بالتساوي، نفس الكمية التي نستعملها في الخميرة نستعملها أيضا في السكر بهذا الشكل. إذا أخذنا ملعقة خميرة صغيرة فإننا نستعمل ملعقة سكر صغيرة أيضا متساوية، قياس متساوي للاثنين. طبعا سأستعمل أنا ملعقة صغيرة، لماذا؟ لأنني سأقوم بتحضير محلول مخفف للنباتات، لأن الخميرة إذا كانت بتركيز عالي فإنها تؤثر على تربة النبات بالسلب وليس بالإيجاب، لأن الخمائر ستنافس النباتات في الغذاء في التربة وأيضا ستقضي على البكتيريا النافعة. لذلك الأفضل إذا استعملنا الخميرة في التربة في الري فإننا نقوم بوضع المحلول في الثلاجة حتى نثبت نشاط الخميرة، ثم نضيفها للتربة حتى لا طبعا لا تنشط وتنافس النبات في الغذاء وتقتل البكتيريا النافعة. إذا يكون المحلول الذي يستعمل في الري في التسميد بالري يكون نستعمله بعد أن نقوم بوضع المحلول في الثلاجة. أما إذا قمنا بالرش فقط فممكن أن نستعمل المحلول بعد تخمره في عملية الرش بكل بساطة، ولكن يجب أن نستعمل المحلول بعد مرور 6 ساعات. هكذا يكون التسميد بمحلول الخميرة. بعد مرور 6 ساعات نبدأ في استعمال المحلول، وممكن أن نتركه ليلة كاملة. مثل هذا تركته لمدة ليلة كاملة طبعا حتى تخمر جيدا الخميرة. طبعا هنا 4 لترات ماء، طبعا في 4 ملاعق خميرة و 4 ملاعق سكر هكذا. وأقوم بالتحريك، سأستعمل هذا طبعا معذرة عن الأصوات. هذه نقوم في هذا اللتر من الماء نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الخميرة بهذا الشكل، وملعقة سكر أيضا معها، حتى هذا السكر طبعا مغذي للخميرة ويعمل على تنشيطه عملية التخمر. ونقوم بتحريك المحلول هكذا، حركه جيدا
حتى يذوب السكر ويتفاعل مع الخميرة، ثم نترك كما قلت القارورة لمدة 6 ساعات حتى تذوب ويحدث تفاعل والتخمر. وطبعا ممكن نستعمله بعد مرور 6 ساعات أو أكثر طبعا، فقط لا نستعمله قبل هذا الوقت لأن عملية التخمر لا تحدث بشكل جيد. ونترك كما قلت القارورة مفتوحة أو نضع سدادة فوقها فقط بشكل خفيف دون غلقها، حتى طبعا لا طبعا تنفجر الغازات وتخرج وتسيل إلى الخارج. لذلك نترك دائما هذا الفراغ حتى نسمح لتصاعد الغازات بعد التخمر. كما قلت الخميرة تحتوي على فيتامينات رائعة، وخصوصا فيتامينات بي، وأيضا عناصر كيميائية معدنية فيها الخميرة. وطبعا نشاطها بعد التخمر يحدث إلى بعد تفاعلات التخمر طبعا تنتج لنا كحول، هذا الكحول أيضا يساعد في طبعا في تنقية النبات من أو علاج النباتات، وطبعا في تشجيع النبات على النمو وعلاج النباتات من الفطريات، مكافحة البكتيريا أيضا لأن الخميرة تقوم بالقضاء على أنواع كثيرة من البكتيريا. فقط نحرص على أن لا تقضي لنا على البكتيريا النافعة لأنها مفيدة في التربة البكتيريا النافعة. لذلك ما قلت منذ قليل الأفضل وضع الخميرة إذا أردنا أن تسميد بالري فإننا نضعها بهذا المحلول في الثلاجة حتى نثبت عمل الخميرة في التربة. طبعا نستفيد فقط من مواد الكيميائية الموجودة في هذا المحلول، محلول الخميرة الرائع. وطريقة الرش كما قلت نقوم برش النبات طبعا باستعمال مرش الرذاذ، هذا المرش هذا نقوم باستعمال هذا المرش الرذاذ، نضع فيه المحلول ثم نقوم برش النباتات. كما قلت سماد الخميرة مفيد للنباتات، يشجع النبات على النمو بشكل أفضل، يحسن من خواص التربة إذا كانت طبعا إذا كان محلول بعد طبعا وضعه في الثلاجة وكان عمل الخمائر مثبت طبعا، لأن كما قلت الخميرة يمكن أن تقضي لنا على البكتيريا النافعة، ولذلك نقوم بتخفيفه. والأفضل كما قلت أوضع ملعقة صغيرة في لتر من الماء، يكون محلول مخفف أفضل من ملعقة كبيرة لأن الملعقة الكبيرة تكون بتركيز عالي. لذلك إذا أضفنا ملعقة كبيرة فإننا نقوم بتخفيف المحلول فيما بعد بماء طبعا حتى نحصل على تركيز مناسب لا يضر بتربة النبات. سأقوم طبعا بوضع هذا المحلول خميرة هذا الذي كان بالأمس، سأضعه في المرش الرذاذ وسأعود إليكم. نقوم برش النباتات بهذا الشكل هكذا. طبعا الخميرة فيها السكر، بعد رش النباتات في اليوم الموالي نقوم برشها بالماء حتى لا تتجمع الحشرات فوق النباتات فوق الأوراق. هذه طريقة يكون الرش فقط حتى يستفيد النبات من سماد الخميرة. كما قلت في اليوم الموالي نقوم برش النبات بالمياه حتى نغسله طبعا من مفعول السكر حتى لا تتجمع فوقه الحشرات. هكذا تكون طريقة الرش بسماد الخميرة، كما قلت مفيد لنمو النبات، يشجع نمو النبات بشكل أفضل ويقضي لنا على الفطريات وعلى البكتيريا. فقط إذا أردنا ري النبات بسماد الخميرة فيجب أن نقوم بتثبيت مفعول الخميرة بوضع المحلول في الثلاجة ثم استعماله في الري عفوا. أما في الرش فممكن استعماله بعد مرور 6 ساعات أو أكثر
بشكل سهل فقط وبشكل بسيط. هذا هو سماد الخميرة البسيط والسهل، سماد سهل جدا، تحضيره سهل. طبعا هي لا يكون التسميد طبعا كل شهر بالخميرة، يفضل أن نبعد مدة التسميد، الأفضل أن تكون مثلا كل 3 أشهر فقط، لا يستعمل بشكل كثير. بالنسبة للأسمدة الأخرى خصوصا سماد أو محاليل منقوع الخضر، فممكن استعماله عدة مرات، فهو طبعا لا يضر بالنبات. أما الخميرة فنحذر في حالة استعماله، نحذر من كثرة الاستعمال، مرة فقط كل 2 أو 3 أشهر. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء.